مباراة اليوم وجول جول 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 محمد صلاح المتابع المثابر اللي يستفيد من التسديدة السابقة وبالتالي يتمكن أبو صلاح من تسجيل الهدف. شوف 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 ولاحظ معي هو محمد صلاح أولا ومحمد صلاح ثانيا اللاعب اللي تابع التسديدة. يمكن الثاني يمكن الثاني يمكن الثاني يمكن الثاني يتعلق الله يا أبو صلاح الله يا أبو صلاح الله يا أبو صلاح يتقدم يمر ويلعب الكرة سهلة سهلة ازحفت ازحفت وعانقت شباك بيغوفيتش. شوف 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 مرة أخرى هدية من المدافع تيت كوك وصلت لمحمد صلاح. محمد صلاح بهذا الشكل تابع وتقدم ولعب الكرة في الزاوية مرة أخرى. حلوة 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 النقلة وأحلى يا الله يا الله الثالث لليفربول الثالث لليفربول بعد عمل جماعي رائع وجميل يسجل. شوف 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 كانت هناك أصبحت هنا من محمد الرابع والهاتريك لأبو صلاح الرابع والهاتريك لأبو صلاح يتقدم يتلاعب كيفما يشاء على كيف يتلاعب محمد صلاح ويسجل الهدف الرابع ليفربول الثالث الهاتريك لمحمد صلاح وبالتالي شوف 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 في عمل قبل أن يأتي الهدف الكرة تحولت